وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، آمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. شيخنا، هل تسمع الإخوة بصوتكم حفظكم الله حديث الرحمة المسلسل بالأولية؟ نعم، هل هل أقول شيخنا، هل يستطيع أن يسمع الإخوة حديث المسلسل بالأولية بصوته؟ الراحمون يرحمهم. نعم. أي لا لا يا حديث أبوه. أو يكفي أن أقرأه أنا؟ نعم شيخنا، أهل الشيخ سيقرأه أو أقرأه أنا ويكفي؟ نعم، اقرأوا اقرأوا، نعم أحسن الله إليكم. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الترمذي، وهو الجامع الكبير للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبو طارت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء قال: وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه الا بطهور. قال ابو عيسى: هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. وفي الباب عن ابي المليح عن ابي وابي هريرة وانس، وابو المليح بن اسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن اسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس حا وحدثنا قتيبة قال: عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء، او قال مع اخر قطر الماء او نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت يده مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل، وأبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى ابا عبد الله، رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. والصنابح بن الاحسن الاحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابح، أي الصنابح أيضا. وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. وبه قال: باب ما جاء مفتاح صلاة الطهور. قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان أنهم قالوا: أخبرنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير والتهليل والتسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صديق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث.
وفي الباب عن جابر وابي سعيد باب ما يقول اذا دخل الخلاء. قال حدثنا قتيبة أن دون النوم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، أو قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أو قال الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه وبه إليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه. قال باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده، وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري، ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشه. باب في النهي عن استقبال القبلة من غائط او بول. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة من غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شريقها وغربها. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرم عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل بن ابي الهيثم ويقال معقل بن ابي معقل وابي امامة وابي هريرة وسالم بن حنيف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري وأبو بكر. قال أبو الوليد المكي وقال أبو عبد الله الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفافي، فأما في الكنوف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك. وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى أنما قال حدثنا وابو بن جرير أنه قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وبه إليه. قال حدثنا أناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. هذا حديث حسن صحيح. الصوت واضح شيخنا؟ نعم نعم شيخنا نعم 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 احسن الله لك. باب النهي عن البول قائمة. وبه إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قعيدا. وفي الباب عن عمر وبريدة. قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وصح. حديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المنقرع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تمل قائما فما بلت قائما بعده. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أن أسلمت. وهذا صح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من الجفهة أن تبول وأنت قائم.
باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال علي قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفي. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن معدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. باب في الاستتار عند الحاجة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى كذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن ميران أبو محمد الكائني وهو مولى لهم. قال الأعمش كان بي حميلا فورثه مسروق. باب كراهية الاستنجاء باليمين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسعد بن حنيف. وبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن الربعي. والعمل على هذا عند أهل العلم كريم الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قيل لي سلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان أجلنا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أعجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. في الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى حديث سلمان حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجري وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب في الاستنجاء بالحجرين. قال حدثنا عناد وقتيبة أنما قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمسي 3 أعجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركسٌ. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن ربيعي هذا الحديث. وهكذا روى قيس بن ربيعي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. حذيفة نعم يبدو أن الشيخ خرج. لا الشيخ موجود. الصوت واضح شيخنا؟ نعم 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 أعيد أحاديث واحد أعيد أحاديث واحد طيب أحسن الله عليكم. قال باب في الاستنجاء بالحجرين. قال حدثنا هناد وقتيبة أنهما قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركسٌ. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث. هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات بهذا عن أبي إسحاق أصح فلم يقض به بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض به بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أتفت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء.
وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سمعه منه بآخر. سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه، فلا تسمعوا من غيرهما الا حديث ابي اسحاق. وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه ولا نعرف اسمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: شعبه عن عمرو بن مره انه قال: سالت ابا عبيده بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. باب كراهيه ما يستنجى به. وبيجيني قال: حدثنا هناد قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فانه زاد اخوانكم من الجن. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر. قال ابو عيسى: وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن، ذكر الحديث بطوله. وقال الشعبي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فانه زاد وإخوانكم من الجن. وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي شوارب أنهما قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة ينزه عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء وراه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن ابي وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وبه إليه. قال: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثه أحمد بن محمد بن موسى أنهما قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول رجل في مستعمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه، مرفوع إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كان قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص به بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد صح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواترة وأبي موسى. وأبي إليه. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجواني
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخذوا صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وأبي قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاذب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى، ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء. قال: حدثنا أبو الوليد قال أحمد بن بكر الدمشقي من ولد مسلم بن عطاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها فأعجم إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسل. باب في التسمية عند الوضوء. قال: حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي وأنهما قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال المرني عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسالم بن سعد وأنس. قال أبو عيسى: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متاولا أجزاه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو تبال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. الصوت واضح شيخنا؟ نعم شيخ، نعم، الحمد لله، نعم. طيب، الله يحفظكم، تفضل الشيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم شيخنا حفظكم الله تعالى، قال: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر في الباب. عن عثمان ولقيط بن صابرة وابن عباس والمقدام بن معد كربة ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن البرك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي من النبي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عينه وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكر هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وانما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد ثقه حافظ عند اهل الحديث. وقال بعض اهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: يفرقهما احب الينا. وقال الشافعي: ان جمعهما في كف واحد فهو جائز، وان فرقهما فهو احب الينا. باب في تخليل اللحيه. وبه قال: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينه عن عبد الكريم بن ابي المخارق بابي اميه عن حسان بن إيه ابن بلال قال: رايت عمار بن ياسر توضا فخلل لحيته، فقيل له او قال: فقلت لو اتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشه ام سلمه وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب. قال ابو عيسى سمعت اسحاق المنصور يقول سمعت احمد بن حنبل قال قال ابن عيينه لم يسمع عبد الكريم بن حسان من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاه وإن تركه عامدا أعاد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وبه قال حدثنا إسحاق اوكي نصدي. وقال محمد بن اسماعيل اصحاب شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عثمان. وقال بهذا اكثر هذين من اصحاب المسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه. وبه يقول الشافعي وقال احمد ان استهى عن التخليل فهو جائز. وقال ساق ان تركه ناسا او متاولا اجزاه وان تركه عامدا اعاده. نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في مسح الراس انه يبدا بمقدم الراس الى مؤخره. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه. نعم فقط اقرا الحديث الذي قبل الباب. طيب. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الراس انه يبدا بمقدم الراس الى مؤخره. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاويه والمقداد بن معدي كارب وعائشه. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد اصح شيء في هذا الباب واحسن. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء انه يبدا بمؤخر الراس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتاهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. باب ما جاء ان مسح الراس مره. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قالت مسح راسه ومسح ما اقبل منه ما ادبر وصدغيه واذنيه مره واحده. في الباب عن علي وجد طلحه بن مصرف قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن البرك والشافعي واحمد واسحاق راوا مسح الراس مره واحده. وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينه يقول سالت جعفر بن محمد عن مسح الراس ايجزئ مره فقال اي والله. باب ما جاء انه ياخذ لراسه من ماء جديدا. وبه قال حدثنا يعلو بن خشر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر من فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وبه قال حدثنا هند قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شاري بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن البرك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. وقال إسحاق: واختار أن يمسح، واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. باب في تخليل الأصابع. وبه قال: حدثنا قتيبة وهناد أنهما قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد هو ابن شداد الفهري وأبي أيوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. به قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الفهري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث عن هو بن جزء الزبيدي وعوم عقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفي فقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. وبه قال: حدثنا أبو كريب وحناد وقتيبة قال: وحدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. في الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن فاكه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. وبه قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع أنهما قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصحه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية أنه قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية أنه قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة كلاهما قال: حدثنا وكيع عن ثابت، وهذا صح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. باب في من يتوضا بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. وبه قال: حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح براسه، وغسل رجليه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بعض وضوئه مره وبعضه ثلاثا، وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا باسا ان يتوضا الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين او مره.
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن النبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضى ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس وبه قال حدثنا قتيبة وهند كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشرب. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني وعن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة عن قدمة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة وروي عن أبي عونة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. باب في النضح بعد الوضوء. وبه قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري كلاهما قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن حسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمدا يقول. الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وسعيد وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحاكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. باب في إسباغ الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. وبه قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلي نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. باب المنديل بعد الوضوء. نقف هنا. نعم فقط تفقد الصوت عند الشيخ. شيخ طلحة الصوت واضح عندكم؟ نعم نعم اسمي فضل حميد الطلحة ابني. نعم شيخ عبد الحميد طلحة محمود ابني. نعم الشيخ فضل حميد ابن الشيخ فضل محمود. نعم. شيخنا نقف هنا أحسن الله إليكم وإليكم شيخنا. نعم طيب نقف هنا بإذن الله ونكمل غدا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا نقف هنا أم تريدون كما تريدون كما تريدون كما تشاءون. نقرأ إلى 15 دقيقة. طيب أفضل. يقرأوا إلى 10 15 دقيقة. نعم أبشر أبشر جزاك الله خير. طيب نعم أحسن الله لكم. باب المنديل بعد الوضوء. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضاعفان في الحديث. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. باب ما يقال بعد الوضوء. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولني وأبي عثمان. نعم
عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عمرو قال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عمرو عن عمر عن وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كبير شيء. قال محمد أبو إدريس: لم يسمع من عمر شيئا. باب الوضوء بالمد. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد إخوة التعليقات وأحمد نعم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. باب كراهية الإسراف في الوضوء. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفر قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه من عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. باب الوضوء لكل صلاة. وبه قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي وقال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه: توضأ مرة مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وروى هو كعن عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وروى عبد الرحمن المهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمير بن دينار عن أبي الشعثاء يعني ابن عباس أنه قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعن عائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. باب كراهية فضل طهور المرأة. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.
وفي الباب يعني عبد الله بن سرديس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء فضة طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق كره فضة طهورها نعم طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أحد حد نعم نعم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وبه قال حدثنا هند والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري انه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث حسن، وقد جود ابو اسامه هذا الحديث ولم يروا حديث لم يروى حديث أبو سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو سما، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة باب منه آخر. وبه قال حدثنا هند قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيئا ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من 5 قرب. باب كراهية البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، في الباب عن جابر باب في ماء البحر أنه طهور. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا الأنصاري وإسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء شنو أعيد يتقطع لنا نعم أعيد الحديث يتقطع نعم نعم أرجع. يقول سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء نعم. فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم. وفي الباب عن الجبر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. باب التشديد في البول. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة وأبو كرب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش أنه قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن مريع كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعشت وزينب والأبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن ابن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم
مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قادم المدينة فجئت ووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وبه قال حدثنا الفضل سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التميمي عن أنس مالك أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيء عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. والحمد لله رب العالمين. تفضل أبو حاتم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خيرا كثيرا. آمين 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 وإياكم بارك الله فيكم. أسأل الله جزاكم الله خير وجزاكم الله خير. آمين آمين وإياكم أسأل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويبارك في عمركم. آمين 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 وجزاكم الله. إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. لو تستجيز الشيخ شيخنا أحسن الله عليك تجيز الإخوة نعم كنت تجيز الإخوة الآن نعم كنت فحسن جزاكم الله. لا جاز الحديث ما قل غالين جاز الحديث أبى أسمع وركل أوه نوركل أصل جوركل نم دوركل غالي وصل نعم نعم مني جاز أنا وجيز جاز الدام بدل كامل جدا وجميع من شاركه في هذا الدرس وكل من شاركه في هذا الدرس جزاكم الله خير وبارك الله فيكم حفظكم الله شيخنا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا أخي.